معكم هدى عثمان لتقديم تقرير العملات اليومي من بورصة نيويورك ولليوم 23 من شهر يناير لعام 2013. اليوم نجد أن الدولار قد انخفض أمام العملات الرئيسية الأخرى، وذلك وسط تفادي المستثمرين للمخاطرة، أما الين الياباني فيرتفع أمام العملات الأخرى. نبدأ باليورو مقابل الدولار، ويتم تداول هذا الزوج عند مستوى الدولار $0.3318، ويتوقع المحللون بتريدينج سنترال أن يدعم هذا الزوج خط اتجاه متصاعد. الزوج قد ارتد عند مستوى الدعم الجديد، من المتوقع أن يستمر في الارتفاع، حيث أن مؤشر القوى النسبية RSI يتجه بالاتجاه الصحيح. أما بالنسبة للدولار مقابل الين الياباني، فيتم تداول هذا الزوج عند مستوى 88.50، وتوقعات تشير إلى ارتفاع هذا الزوج، مع أنه لا يمكن استبعاد تعزيز هذا الزوج لموقعه، إلا أن ذلك سيكون محدودا. وأخيرا اليورو مقابل الين الياباني، يتم تداول هذا الزوج عند مستوى 117.86. توقعات المحللين بتريدينج سنترال هو أن هذا الزوج سيرتفع، مع أنه لا يمكن استبعاد تعزيز هذا الزوج لموقعه، إلا أن ذلك سيكون محدودا. وبذلك ننتهي من تقريرنا لهذا اليوم، ونشكركم لمتابعتنا.